يسعد لي صباحكم صباح مشاهدي اورينت نيوز وين ما كنتوا عم بتشوفونا مشاهدينا. اول شيء بدنا نعايد على الامتين العربيه والاسلاميه بمناسبه المولد النبوي، مولد اعظم الخلق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم على مدار ساعتين رح يكون عندنا عده فقرات. اول شيء خلينا نشوف شو عندنا اليوم. اليوم رح نحكي عن انه كندا تعلن عن رفع اعداد اللاجئين السوريين الذين ستستقبلهم الى 50,000 لاجئ. وبفقرتنا الجديدة بيت أورينت راح نستضيف زميلتنا في أورينت نيوز المذيعة فرح شخشيرو. بالإضافة راح نحكي أيضا عن سوريات في المخيمات التركية يتبرعن بمصاغهن الذهبي لأهالي الغوطة الشرقية. وأيضا راح نتابع تقرير عن معاناة اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن إثر انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة. مشاهدينا خليكن معنا. نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب. نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى أجمل ما شعثت الشمس أو طيرت الريح اللعوب. نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى أجمل ما شعثت الشمس أو طيرت الريح اللعوب. شعر أغنية قلبي له، وجبين كالسنا عالٍ رحيب. شعر أغنية قلبي له، وجبين كالسنا عالٍ رحيب. أنا إن سألت أي مضني قالت القامة حبك عجيب. شعر أغنية قلبي له، وجبين كالسنا عالٍ رحيب. أنا إن سألت أي مضني قالت القامة حبك عجيب. هو سماني أنا أغنية، ليت مشاهدينا نبدا اولى فقراتنا لليوم عن احوال الطقس. تشتد البرودة بشكل إضافي وواضح هذه الليلة خاصة في جنوب ووسط البلاد ودمشق وريفها والبادية والشرقية. الأجواء ستكون باردة أول ساعات الليل، تتحول مع ساعات منتصف الليل والفجر إلى شديدة البرودة في مختلف مناطق البلاد خاصة الجبلية منها والجنوبية الشرقية والبادية وصولا إلى القلمون وسهول دمشق وغوطتيها.
ويتوقع أن يتشكل الصقيع هذه الليلة على الجبال التي تزيد عن 900 متر عن سطح البحر، وتكون الفرصة مهيئة لتشكله في العديد من المناطق الداخلية على امتداد الأراضي السورية، مع أفضلية لمناطق الجنوب وجبال القلمون وجبال الجنوب السوري ومناطق البادية وسهول القلمون وأجزاء من مدينة دمشق وسهول درعا خاصة الشرقية منها، ولنطرة وأجزاء أيضا من سهول حمص وحما. وفي ظل هذه الظروف نتوجه إلى أهالينا في الداخل السوري توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الصقيع، مع أمنياتنا لهم بالسلامة والخير دائما. مشاهدينا تابعونا يوميا لتبقوا على اطلاع بكل ما هو جديد فيما يخص أحوال الطقس. وهلأ خلونا نشوف سوا درجات الحرارة في المدن السورية وعدد من العواصم العربية. بالنهاية مشاهدينا تفاعلوا معنا عبر الهاشتاج طقس سوريا الظاهر على الشاشة وصفحة برنامجنا على الفيسبوك، وابعثوا لنا صور وأخبار الطقس من مناطقكم لنعرضها بشكل يومي خلال فقرتنا الجوية. وهلأ رح نشوف بعض الصور اللي وصلتنا. وهيك بتكون خلصت أخبار الطقس لليوم، ومننتقل لأخبار المجتمع السوري. نظمت جمعية جسور النور اللبنانية أمس سباق ماراثون في بلدة عرسال اللبنانية تحت شعار نركض للسلام. شارك فيه قرابة 250 شخص من أهالي البلدة والنازحين السوريين. السباق امتد على طول 3 كيلومتر انطلاقا من جامع الشيخ سعدون مرورا بمخيمات اللاجئين وحتى الصالة الرياضية، وضم كافة الفئات العمرية من أطفال ونساء ورجال. بسيم الأطرش مدير الجمعية ذكر أن فكرة الماراثون أعيد طرحها ونفذت أمس بعد نجاح ماراثون الدراجات الهوائية الذي أقيم منذ سنتين، مضيفا أن الأطفال السوريون في الخيم إلى جانب مشاركتهم المباشرة في السباق شارك بعضهم بطريقة أخرى في الفعالية من خلال بعض الأغاني واللافتات التي حملوها عند مرور المتسابقين من أمام خيمهم. في محاولة لإبداء اعتراضهم على الأسلاك الشائكة التي وضعت أمام اللاجئين معظمهم من السوريين، تبادل السكان المحليون في سلوفينيا لعب كرة الطائرة مع اللاجئين بعد أن أقاموا بتحويل الأسلاك إلى ما يشبه الشباك. وكانت سلوفينيا إحدى الدول الأوروبية التي قامت بوضع الأسلاك الشائكة على حدودها للحد من تدفق اللاجئين، في وقت تشهد فيه أوروبا أكبر تدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، غير أن العديد من السكان المحليين ومواطني المدن الكرواتية على الحدود أبدوا اعتراضات على إقامة تلك الأسلاك التي تقف حائلا أمام اللاجئين. ونقل موقع مترو البريطاني صورا لأبطال رياضيين من كرواتيا وسلوفينيا وبعض الشخصيات العامة وهم يسخرون من تلك الأسلاك الشائكة بلعب الكرة الطائرة مع اللاجئين.
تقدم مجموعة من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين إلى مجلس محافظة حلب الحرة بوثيقة تأسيسية لما اتفقوا على تسميته اتحاد المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين السوريين، ليكون ممثلا شرعيا لأعضائه في الداخل السوري المحرر على أن يمارس مهامه خارج الأراضي السورية. ويهدف الاتحاد للمساهمة في عملية التنمية الاجتماعية الشاملة وزيادة ورفع كفاءة الانتاج الزراعي والحيواني ورفع مستوى المهندس الزراعي والطبيب البيطري والارتقاء بالزراعة السورية إلى مستوى الحداثة وتحقيق مشاركة المهندسين الزراعيين بخطط السياسات الاقتصادية والاجتماعية في سوريا والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والمائي وبذل كافة الجهود لحماية البيئة. وبيّن الاتحاد أنه سيعمل على دعوة كافة المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين داخل وخارج سوريا، وسيشرف عليه هيئة تأسيسية مؤقتة من الأعضاء المؤسسين وعددهم 5 إلى حين الوصول بعدد الأعضاء إلى 200 عضو. أكد المركز الإعلامي لوادي بردة أن قوات النظام فتحت الطريق الرئيسي بسيما أشرفية الوادي كبادرة لفك الحصار الذي استمر 130 يوم مقابل دخول ورشات الصيانة وإصلاح الأضرار في أقنية المياه التي تغذي العاصمة دمشق بمياه الشرب، حيث أن خط مياه بردة توقف عن الخدمة بشكل كامل منذ حوالي شهرين بعد انفجاره إثر التصدعات التي تعرض لها. ولا تزال المضخات الجوفية في نبع عين الفيجة معطلة بشكل كلي عن العمل نتيجة لأعطال فنية جرت عليها منذ فترة ما تسبب بأزمة مائية كبيرة في أحياء العاصمة دمشق. كما كانت قوات النظام تفرض حتى يوم أمس حصاراً ضيقاً على أهالي منطقة وادي بردة مانعة دخول سيارات الطعام والشراء والشراب والمحروقات والمواد الطبية إليها، وتسمح للموظفين والطلبة فقط بالدخول والخروج للمنطقة عن طريق الشيخ زايد حاجز رأس العمود. ومننتقل هلا للأخبار الاقتصادية. كشف المكتب الإغاثي في الغوطة الشرقية عن أن المهجرين في مخيمي حران والإصلاحية بتركيا نظموا حملتي جمع تبرعات لصالح أهالي الغوطة الشرقية المحاصرة في استجابة منهم لنداء نداوي جراحهم. ولاقت الحملتين إقبالاً منقطع النظير من قبل الأهالي ولا سيما النساء اللواتي تبرعن بما يملكن من حلي وقطع ذهبية، فيما تبرع الأطفال الصغار بمدخراتهم لصالح أهالي المنكوبين في الغوطة الشرقية. شكى رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع في لبنان إبراهيم الترشيشي من إقدام سلطات نظام الأسد على منع دخول 35 شاحنة محملة بالموز اللبناني إلى سوريا بقرار من وزير الاقتصاد التابع للنظام الذي ألغى العمل بكل إقرارات الإجازات المسبقة في إجراء يناقض الاتفاق السوري القاضي باستيراد 35 ألف طن من الموز اللبناني. واستغرب الترشيشي الإجراء السوري في الوقت الذي تتدفق فيه البضائع السورية من الخضار والفاكهة إلى الأسواق اللبنانية وتساهم في انهيار أسعار المنتجات اللبنانية التي تعاني من الكساد بحسب صحيفة السفير. وطالب الترشيشي بالعمل على إدخال شاحنات الموز اللبناني إلى الداخل السوري بالسرعة القصوى، وإلا فإن المزارعين سيتجهون إلى التصعيد وإقفال الطرق، مناشداً المعنيين في لبنان وسوريا التدخل لإنهاء هذه الأزمة التي ترتد بشكل سلبي على مئات العائلات اللبنانية والسورية في ذات الوقت. كشفت دراسة أجراها مركز عمران للدراسات الاستراتيجية أن المجالس المحلية السورية تواجه مجموعة من الأزمات على رأسها المالية القطاعية والإنسانية.
حيث تعاني المجالس المحلية من عجز مالي متنام بسبب الاعتماد على مصادر دعم خارجية غير مستقرة وضعف تنمية الموارد الذاتية والفجوة الكبيرة بين الإيرادات المالية للمجالس ونفقاتها التشغيلية والاستثمارية مع ارتفاع كلف توفير الخدمات الأمنية والهدر المالي الناجم عن ضعف الكفاءة الاقتصادية في إدارة الإيرادات وغياب منظومة متكاملة للرقابة والمساءلة. أرسلت مؤسسة الخيرات للمساعدات الإنسانية التركية 28 شاحنة مساعدات إلى التركمان النازحين من منطقة جبل التركمان بريف اللادي والتي تتعرض لهجوم بري بحري وجوي عنيف من قبل قوات النظام والعدوان الروسي. وأشار مسؤول منطقة دينزلي في المؤسسة مصطفى أورهان أن 25 شاحنة عبرت الحدود بين البلدين أمس الثلاثاء عند معبر جليوا غوزو الذي يقابله على الجانب السوري باب الهوى، لافتا أن الشاحنات تحمل 165 طن فحم و126 طن طحين ومواد غذائية مختلفة و2 طن بطانيات، موضحا أن 3 شاحنات إضافية ستعبر خلال اليوم. وكانت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية سما رمضان أوغلو شاركت يوم أمس في مراسم إرسال 28 شاحنة مساعدات إنسانية إلى النازحين التركمان. وفي سياق متصل أعلنت جمعية ويرن آل الخيرية التركية في مدينة قيصرة وسط تركيا أنها أرسلت 3 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى النازحين في المنطقة المذكورة. والآن مشاهدينا مع آخر أسعار صرف العملات وأسعار الذهب. مشاهدين أكيد هلأ بدنا نصبح على كل مستمعي راديو أورينتو، كمان بدنا نصبح على زميلتنا لارا ببرنامج صح النوم سوريا أكيد عبر راديو أورينت. صباح الخير لارا. صباح الورد هاني، كيف أمورك اليوم مع هالبردات؟ برد 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 مو طبيعي، بس الحمد لله رب العالمين. يعني نحن فيك تقول أنه نحن تعودنا على هالصقيع، مو صقيع صقيع لأنه اليوم في توقعات بتشكل الصقيع بالليل. طيب المستمعين بردانين شي ولا عم بيبعتوا وبتواصلوا معنا؟ لا هن بيتواصلوا بس يعني مرتاحين إن قاعدين في بيوتهم وعم بيبعتوا لنا القهوة والشاي وكل طبعا شي. بس هن حرام ما بيقصروا، يعني لما يبعتوا لنا فنجين القهوة وكاسة الشاي هيك، فأنهم تعرف والله العظيم هيك منحس، أنا بحس إنه بتدفق يعني خلاص طالما هن مرتاحين أعتبرنا نحن مرتاحين. أكيد أكيد. تفضلي لارا إلك الهواء. طبعا مستمعينا ومشاهدينا يسعد لي صباحكم يا ربي. طبعا بدي هني كل الدول العربية الإسلامية، اليوم عيد المولد النبوي الشريف، يا ربي كل التهنئة من قلبي لكل الدول العربية. بداية بدي كمان يعني أنا واصلني كتير مسجات وكتير مسجات تهنئة كمان بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، رح أقرأ المسجات. بس بالبداية رح أقولكن عن موضوع حلقة صح النوم سوريا لليوم. اليوم رح نأخذ لمحة سريعة عن مولد النبوي الشريف وبعدين رح ندخل بموضوع حلقتنا. رح نحكي اليوم عن المشاعر الإلكترونية، المشاعر اللي خلينا نقول الرقمية، هاي مشاعر كتير منا حاليا عم بيتعاملوا فيها، يعني وصلنا لمرحلة ما عدنا نعبر عن مشاعرنا بالكلام، صرنا بس نكتبها كتابة، ما منعرف إذا كانت هاي المشاعر هي حقيقية أم وراها خيال وكذب وأوهام. هذا موضوع برنامج صح النوم سوريا لليوم. وهلأ بدي روح لأول خبر معي.
أول خبر بيقول عصير الأناناس أكثر فعالية من شراب السعال. نحن هلأ بموجة صقيع، ببرد، بجفاف، كتير منا عم يمرض، كتير منا عم بياخدوا الأدوية وما عم يستفيدوا. بس ولكن الدراسات حديثا أظهرت أنه عصير الأناناس أكثر فعالية بخمس مرات من باقي الأدوية وأكثرها أدوية السعال. طبعا كوب من عصير الأناناس يحتوي على حوالي 50% من الاحتياجات اليومية لفيتامين سي والكالسيوم والمغنيسيوم، وهي من المعادن الضرورية اللي بتفيد الجسم وبتحمي الجسم وبتقوي كمان العظام. طبعا أثبتت دراسات أيضا أنه عصير الأناناس بيمتص مباشرة وبيجاوب مباشرة للجسم وللسعال وللأمراض. إن إحنا يمكن في منا كتير ما عمره شارب مثلا عصير الأناناس، لأنه نحنا نوعا ما منقتنع فيه، منحب عصير التفاح، منروح لعصير البردقان، منحسه من عصير الليمون، وأكتريتنا بس سيبنا سعال وقريب ومباشرة منركض لعصير الليمون. بس ولكن الدراسات الحديثة أثبتت إنه عصير الأناناس هو إله فعالية كتير كبيرة، وكمان يعني كتير منيح للعطس، للسعال، للالتهاب بات الحلق. فخلونا يعني كلياتنا نجربه. بعدين هو عم بيذكروا كمان ونصحوا الخبراء انه تناول عصير الاناناس بيبقى دائما ارخص من شراب السعال، لانه حاليا شراب السعال بتلاقي اسعاره كتير مرتفعه، والادويه نوعا ما بتكون اسعارها كتير مرتفعه. عصير الاناناس كتير رائع، فينا انه من اي محل نحن نطلب عصير الاناناس، او هلا بتلاقيهم هم مبكتين هيك موجودين، بس يكون طبيعي يعني اهم شيء موجود بالمحلات بينباع. فهيك هاي اول خبر معنا لليوم بيقول انه عصير الأناناس هو كتير إله فاعلية لمرض القريب وأكتريته السعال. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحب ري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة طبعا مستمعينا اللي عم بيرافقونا هلا واللي عم بيشوفونا واللي عم ما عم بيقدر يشوفونا، يعني بيكفي انكم انتم عم تتواصلوا معي بصح النوم سوري وعم تسمعوني. احمد من سوريا، يسعد صباحك يا احمد. احمد بيقول اليوم رح نهدي 20 مليون صلاه على النبي للرسول عليه الصلاه والسلام، يا رب يا ربي. طبعا الكل عم بيدعي الحريه والسلام لسوريا بهذا اليوم الفضيل ان شاء الله. عبودي من حمص، يسعلي صباحك يا عبودي. طبعا عبودي عم بيصبح علينا وعم بيقول هو ما عم بيقدر يشوفنا لأنه الكهرباء مقطوعة، بس يا رب إن شاء الله أنك تقدر أنك أدرام يعني تسمعنا، يعني مهما كانت الكهرباء مقطوعة بس إذا فيك تسمعنا كتير منيح. بدي روح لعن سوسن، بتقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، يا رب يا رب الحرية لسوريا إن شاء الله. يا سوسن يسعد لي صباحك يا ربي، صباح الخير، بهني راديو أوريانت على عيد بعيد مولد النبوي الشريف، أخوكم ياسر. ياسر صباح الورد يا ياسر. علي من قطر، صباح الخير صباح الخير لارا وهاني، بس الاسم الأول أنا ما عرفته. يعطيكم العافية، يوم سعيد عليكم، يوم سعيد عليك يا ربي، كل عام وأنتم بألف خير. صباح الخير لأحلى إذاعة، لأحلى مذيعة وإذاعة بأوريانت، من المحب أبو محمد الصابر، وكل عام وأنتم بخير، وكل المشاهدين وكل المستمعين بألف خير. كتير حلوة عم توصلنا دعوات، كتير حلوة دعوات بالفعل، يعني صادقة من قلوب، كتير صادقة. عبودي من حمص
عبودي من حمص، انا قريت المسج تبعك. مالك، مالك صباح الخير يا مالك. رضا، رضا بيقولنا صباح، صباح الفل والياسمين من احلى فنجان قهوه شاميه من نص سوق مدحت باشا. يسعد صباحك يا رضا، يعني هيك انت عم بتغيصنا. عزيزه صباح الورد، عزيز يسعد صباحكم يا ربي. انا عزوز، انا مسيفتك عزيز، اهلا وسهلا يا عزيز. ابو ياسر صباح الخير لاحلى ناس لارا. عمر قلت لكم هو ان شاء الله يوم الاحد حيكون معي بالبرنامج، ولكل اهلي بسوريا ويسعد لي صباحك يا ربي، والسلام والحرية لسوريا إن شاء الله. أم مصطفى كمان بتصبح علينا، وأنا كمان بدوري بدي صبح عليكم لكل المستمعين ولكل المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير يا ربي. نحن بالفعل بهذا اليوم بنتمنى الأمان والسلام والحرية لبلدنا سوريا، والله يحمي كل أهلنا الموجودين بالداخل السوري وكمان بالخارج السوري يا ربي يا ربي. بهذا اليوم نحن لازم بالفعل نرفع إيدينا للسماء وندعي من قلوب مظلومة، من قلوب متوجعة لرب العالمين إن شاء الله يا رب. طبعا هلا كمان عندي خبر يلي بيحبوا افلام الرعب. هاني عم تسمعني؟ هاني ما ايه لا لا ايه هاني بتحب افلام الرعب؟ والله يعني على حسب الفيلم. ليك شوفي، يعني اذا كان الفيلم عن جد رعب، يعني انه مثلا انه بس بعيدا عن هذا الدم والقتل، والاحيانا في منا افلام تكون شوي مقرفة، يعني عفوا تماما بتوقف القلب. بس ايه بحبها. بس انت بتعرف انه افلام الرعب حاليا ومن جديد صار في عليها دراسات بتسبب تجمد في الدم وتخثر في الدم، وكتير بتأثر على التفكير والدماغ وحركة الدماغ. يعني احنا، يعني انا من الناس اللي كتير بحضر افلام الرعب وبحبها بغض النظر إذا كان المشهد قدامي مقرف مو مقرف، بس بحبه. يعني خلص بكون يعني عندي إدراك إنه هذا فيلم رعب كلياته تمثيل، بس إنه أنا كتير بحبه. بس هلأ النقطة اللي رح نوقف عليها هي حب الأطفال الصغار لأفلام الرعب. هذا يعني الشيء كتير سيء، كتير يعني سيء هاني. بعدين بتلاقي أطفال صغار عم بيشوفوا المنظر قدامهم، صدقني يمكن أنت تدير وشك هم لا، لأنهم متعودوا. لا بس الفكره بدي احكي لك اياها لارا. هلا عن جد في كثير فرق بين افلام رعب بتلاقيها عن جد انه مثلا ما ضروري انه رعب يكون انه بس تقتل وتذبح وكذا، ما احنا اوريدي عايشين بعصر رعب يعني اللي عم نشوفه بالتلفزيون والقصص والكذا. بس هو الاحساس انه يعطيك احساس الرعب يعني اكثر من هاي المشاهد السيئه جدا يعني. طبعا طبعا هاني الدراسه طبعا اجريت في جامعه في لندن، هما بيقولوا انه مشاهدة افلام الرعب واكثر مشاهدة افلام الرعب هي بتسبب تجمد في الدم وتخثر في الدم. طبعا تخثر في الدم هي التجلطات اللي بتطلع احيانا على الجسم. فهي اخر فترات بحكي لك مراجعة الناس بلشت، والاشخاص لما يراجعوا الدكتور بتكون حالتهم النفسية كتير سيئة، بيكون اكثر السبب بيرجع لافلام الرعب اذا هو بيكون بتابع من افلام الرعب بشكل كتير هائل. بتعرف هاني في كتير من الناس ما بتكون عم تدرك هذا الشيء ابدا، يعني بتلاقيهم بيحبوا افلام الرعب وبحضروا افلام الرعب، بس ولكن هم يعني بعيدين عن الادراك انه انت بيوم من الايام رح يسيبك كآبه، رح يسيبك توحد، رح يسيبك مرض، رح احتمال انه يصير عندك بعضله القلب انها تتعب. هذا كلياته من شد الاعصاب وانت عم تحضر فيلم الرعب. بقولوا لك لا، يمكن فيلم الرعب ما بيعمل هيك ابدا، بس الدراسه بعد ما عملوها. بس ممكن لارا مقطوع عن حديثك شوي، ممكن لارا هون المقصود عن الناس اللي بتحضر يوميا، يعني ممكن في ناس تحضر باليوم في المين رعب عندهم هوس يعني في بالفعل بشكل مو طبيعي.
طبعا هاني أجريت تجربة على 24 متطوع أعمارهم بين 30 سنة بحالة صحية جيدة. طلب العلماء من 14 منهم مشاهدة عدد من أفلام الرعب مدتها ساعة ونص، ومن العشرة التانيين مشاهدة أفلام يعني صيرة حلوة نوعا ما. طبعا بعد ما شاهدوا أفراد المجموعة الأولى أفلام الفيديو القصيرة وأفراد المجموعة الثانية شاهدوا أفلام الرعب، طبعا بينت النتائج تخثر الدم لدى بنسبة عالية كتير بالمجموعة الثانية أكثر من الأولى، يعني المجموعة اللي حضرت أفلام الرعب أكثر من الأفلام من المجموعة الثانية، رغم كانت المجموعة الأولى اللي حضرت أنا هيك يمكن تخربطت بين المجموعتين صار في لخبطة، أنت ركز معي. أنا مركز معك. هلا المجموعة الأولى اللي حضروا الفيلم اللي كتير حلو، خلينا نقول المضحك، كانت نفسيتهم يعني طلعوا من الفيلم متحين. نفسيتهم كتير حلوة بس ولكن التانيين كانت أعصابهم كتير مشدودة وكتير نفسيتهم كانت تعبانة بالشكل كتير كبير، فانه هاي دراسه لازم نحن انه ندير بالنا. وطبعا هون عم بيعطوني الاوامر انه خلص يا هاني، مع انه انا كتير مبسوطه بالدردشه معك وانا بالاكثر كمان. طبعا هذا هو الخبر الثاني. هلا بدنا نرجع لك لهاني، بدي ارجع لك هاني لتكمل جوله الصباح وانا اكمل صح النوم. تحياتي لك كلارا ولكل مستمعي الراديو، نهارك سعيد. شكرا يا حبيبي. مشاهدينا هلا اكيد بدنا نروح لفقره الابراج اليوميه. بنبدا مثل العاده من مع برج الحمل. مهنيا فرص مناسبه تنتظرك، فاعرف كيف تستغلها لتجعل مشاريعك تتحقق وتسعى للمزيد منها. عاطفيا كن مرنا في علاقتك بالشريك، فأنت لا تطيق فراقه أو الابتعاد عنه وكذلك هو. برج الثورة. مهنيا تتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها بقرار طائش أو متسرع لأنك قد تندم لاحقا. عاطفيا حان الوقت لمصارحة الحبيب حقيقة مشاعرك، فهو يستحق ذلك وينتظر منك هذا الأمر منذ مدة. الجوزاء. مهنيا تتسلط الأضواء عليك هذا اليوم وتنجح في اختبار وتحصل على ترقية أو عرض مهم. عاطفيا برودة التعامل مع الشريك ترخي بظلالها على العلاقة بينكما، فحاول أن تعمل بسرعة على تغيير طريقة التعامل قبل تفاقم الأمور. برج السرطان. قد يؤدي المحيط العائلي والاجتماعي دورا في شؤونك المادية ويشتد التنافر ويولد فراقا أو انفصالا. عاطفيا أنت تعرف كيف أكثر من غيرك أن الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك، عامله بالمثل. برج الأسد. مهنيا التعب الذي تشعر به سرعان ما يزول وتعود إلى نشاطك المعهود لإتمام أعمالك. عاطفيا يحتاج الحبيب إلى تمضية بعض الوقت معك، يوم مناسب للقيام برحلة معه منطقة جبلية أو في إحدى المنتجعات السياحية. أما برج العذراء لن تتأخر في استعمال كل ما قدر لك من جاذبية بهدف التأثير من تريد، وفي حال تصرفت بحسب مشاعرك فلن تتمكن من السيطرة على المواقف. عاطفيا تبدو أكثر إيجابية في حياتك العاطفية، ما يولد ارتياحا لدى الشريك والقضاء معه أجمل الأوقات. أما الميزان. مهنيا تطورات كبيرة في حياتك المهنية ومحطات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل أكبر من السابق. عاطفيا عليك أن تصارح الشريك بكل الحقائق لأن رد الفعل سيكون لمصلحتك مهما تعددت الآراء.
أما برج العقرب اليوم بده ينتبه من الروتين في العمل، هو من الأمور التي تسبب لك انزعاجا كبيرا، من الأفضل أن تجد الحلول سريعا لهذه المسألة. عاطفيا، انتقادات الشريكة تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر قبل الوصول إلى طريق مسدود. أما القوس، إياك والتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية، ولا سيما في هذا اليوم العصيب الذي تمر به، بل راجع حساباتك على الصعد كافة. عاطفيا، ما تقدم عليه اليوم يحفزك جدا ويجعل نجمك ساطعا في نظر الحبيب، فيتحدث عنك أمام الناس مفاخرا بك. برج الجدي، مهنيا اعتمد الهدوء والموضوعية كأساس لأي مشروع، ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية. عاطفيا، قد يسامحك الحبيب على تصرفك الطائش، ولا سيما إذا كان يدرك تماما طيبة قلبك ونياتك الحسنة. أما برج الدلو، مهنيا اضبط أعصابك اليوم بدعم خطواتك على الرغم من كل شيء، ويحمل إليك دعما من قبل بعض الزملاء هذا اليوم. عاطفيا، قد تحقق بعض الرغبات، ويؤدي المحيط دورا كبيرا في حماية العلاقات الناشئة. برج الحوت، كرمك وجودك وإحسانك إلى الآخرين صفات تميزك وترفع من رصيدك بين الناس، وبانتظارك حدث سعيد قد يكون نجاحا باهرا. عاطفيا، المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحتكما، وهذا ما يعزز الثقة والتفاهم بينكما. مشاهدينا، بدنا نروح لفاصل قصير وبنرجع لكم ابو معنا، لانه في عنا فقرات من بعض. نحن مجموعة غسان عبود، أحدثنا نقلة في عالم تصدير السيارات، ووصلنا إلى كل ركن حول العالم من خلال أفروعنا المنتشرة في الإمارات، الأردن، وبلجيكا. نوفر أحدث السيارات والإكسسوارات الأصلية والجديدة، اهتمام واسع وخبرات كبيرة في مراكز الخدمات لدينا. في هذا العالم المتغير نحرص على الاستمرار في الجودة والقيمة المقدمة لعملائنا، ونفخر بكوننا الشركة الرائدة عالمياً بإعادة تصدير السيارات. كن على اطلاع وابحث في آخر الأخبار وأبرز المستجدات، كن أول من يعرف بالخبر فور حدوثه، وشاهد كافة البرامج والتقارير المرئية والمكتوبة عن الشأن السوري، وابق دائما على اتصال عبر بثنا المباشر. حمل تطبيق أورينت نيوز على الآيفون أو الأندرويد أو الآيباد، شاهد وعرف أكثر. أهلا وسهلا فيكم مشاهدين من جديد. مع بداية كل صباح
تتوجه الأهالي لشراء حاجياتها وأهمها الخضار والفواكه من المحلات التجارية التي استيقظ أصحابها مبكرا لشراء البضاعة من سوق الأهالي الرئيسي في محافظة إدلب، لتتشكل لوحة جميلة من الأجواء التنافسية والروح الجميلة المرتبطة بالعادات والتقاليد الأصيلة. المزيد مع الزميل مسلم السيد عيسى. يسعد أوقاتكم وصباحكم مشاهدينا بكل خير. نحن هلأ بوسط سوق الهال الرئيسي بمدينة إدلب. طبعا سوق الهال هي كلمة أو مصطلح متعارف عليه بكل سوريا، بيجمع بين الخضار والفواكه لكن بسعر الجملة. بتجي البضاعة من الأرياف المجاورة أو من المحافظات الثانية وبتنحط هون، وبيجوا التجار الصغار أو المحلات التجارية الصغيرة تشتري من هون وبتبيع للعوام بسعر المفرق. خلوكن معنا ونشوف أهم ما بيميز هذا السوق. مع طلوع الفجر بمحافظة إدلب بتبدأ الناس والتجار تتوجه للأسواق، كل واحد بحاجته. اليوم كنا معهم بسوق الهال الرئيسي بالمحافظة اللي بيحتوي على أغلب أنواع الفواكه والخضار الموسمية حسب الفصل الموجودين فيه. بيحكي لنا عنها أبو أحمد وتجار السوق الموجودين باللهجة الإدلبية الحقيقية. حسب الخلق، شيء بتلاقي بالسوق في 20 بني آدم، شيء بتلاقي بالسوق ما في 200، شيء ما بتلاقي فيه الدومري. شو هون أهم شيء البضاعة الموجودة؟ أهم شيء هلأ بينباع المحشي، كوسة، باذنجان، قرع، عدة المحشي، ما عدة محشي أهم شيء. مثلا أسعارهم؟ يوم الكوسة ب70، القرع ب60، في كل شيء بالسوق، كل شيء فيه، رمان، تفاح، برتقال، إجا الساحلة، صمصومة، كل شيء فيه الحمد لله. كل شيء موجود، كل شيء موجود، خيار موجود، عجور موجود، رمان موجود، تفاح بأصنافه بتعدداته بكل أنواعه، يعني أخضر أصفر. ميز السوق أسعار متعددة، يعني أسعار فيك تقول أسعار من المجيد للوسط للضعيف للممتاز، يعني أسعار الأسعار بتناسب كل الفئات المجتمع، يعني المجتمع أي إنسان. هلأ تنزل على السوق تلاقي هون كيلو البندورة فلنفترض بمية، بتروح لفوق تلاقي بندورة بمية 125، 150، تلاقي بندورة ب90، 75. اللي معه مصاري بياخد بضعة ممتازة توب، ممتازة يعني رأس البضعة، واللي ما معه بياخد على قده. شلون الأسعار بشكل عام؟ يعني أشو هو بينزله وبيطالعه؟ الطرقات، الطرقات، أجور، أجور النقل والتجار، وقت يكون في احتكار، عرفت؟ مثل التوم، التوم عنا صار عنا مشكلة، كيلو التوم انباع بمية هون عنا وهو يابس، مية بمية وخمسين بميتين، اليوم حق الكيلو 800 بالجملة. أكثر بضعة هون بتميز السوق أكثر بضعة؟ الرمان. حاليا بالوقت الحالي الرمان، الرمان بتعدداته، يعني في رمان بينباع من 15 ليرة للمية. بيميز سوق الهال ثلاث شغلات رئيسية: الروح التنافسية والأسعار المختلفة اللي بتناسب كل طبقات المجتمع، والمزاد الجماعي إضافة للهجة الإدلبية الواضحة، والأبان اللي رح يعرفنا عليه أبو عمر. شد الفاصولي حجي؟ هلأ بالمزاد حطينا عم يمسكوا بمزادهم 20، فتح مزاده 20. شلون يعني المزاد؟ شرح لنا. يعني بيشتروه بالمزاد، هذا اللي بيزيد بيرسع للمزاد. لا هلا ايش قد السعر هلا المحطوط؟ هلا 20 ورقه بيقول له واحد عندك ب 20 ليره. شد المزاد صار ب 20 ليره. ما اجاكم لسه زبونات؟ لسه هلا التجار اجت تبي ما يشتروها ب 20 ليره فيها. شلون هجي هلا انتم بتعملوا ليش بتعملوا المزاد؟ نحن نبيعها بالمزاد، بتنجي البضعه بالسوق بدنا نبيعها بالمزاد. يعني ايش الهدف من المزاد؟ الهدف انه ما حدا طلب بده ياخذها، منا ما نفرقها بده يوزعوها لكل مين كيسه، ما حدا اخذها بده يوزعها على الاقل. عشان تنفقوا على السريع يعني تخلصوا البضاعة. باع كل فرد بيع، ايوه. هذا الابان للرزق من الابين فيه لاصحابه. وهالبضعة اللي بتجي لعنا من ابنا على المزيان الابان بالكيلو، ومنبيع بالكيلو. وبيعنا هون بالكيلو. هو بيزين الكيلو ولا فوق العشرة؟ بيزين الكيلو، لا بالكيلو بيطالع، بالكيلو وانت ماشي.
بركي كان فيه غش، شلون تكشفوا؟ الأبان نحن صاحب المصلحة بيعيروه، بدي أعير أبانه كل النهار. فرجيني بالله شلون بتعيروه؟ منا نحرره؟ شلون بدنا نعرفه صاغ؟ بدهم يوقفوا هدول العينتين جنب بعضهم، شوفوا النحاسات. هدول ايوه شوفوا ما وقفوا على السوا؟ لا وقف نظامي هذا، الهواء بيلعب يعني ما بيصير، نشوف هاي بدي يوقف النحاسات ما بين بعضهم، معناته أباني نظامي. لا يكون في غش هذا هيك يعني بيفرق لا شوي. إذا حطيت الكيلو بدي يطلع. أيوه حط الكيلو. تعال نجرب يلا. شوفوا نفط طلع لفوق. حط الكيلو هون، هاي الكيلو طلع كيلو. شوفوا. حطيت ثلاثة كيلين الأخورة. بدي طالع الثلاثة. أنا ما بطص، أنت بطلع. حط لي على ثلاثة بس. ثلاث شخطات؟ على ثلاث شخطات. يلا هاي ثلاثة، هاي ثلاثة، حطينا ثلاثة. شوف هيك هاي 3 كيلوات بدي طالع النص كيلو الأبان النظامي شيء معوش قد هون بيسحب للمي هاي المي اذا حطيت كيلو هون بيصيروا 200 بيرجع لهون بدي يعطي الكيلو هذا الأبان هذا بتصنعوه تصنيع يدوي ولا بيجي جاهز هذا تصنيع في منه يدوي وفي منه بيجي في بعض شغلات بتجينا بس ولكن عموما يدوي بدي اسالك سؤال ثاني هلا اذا واحد نفسه ضعيف بده يغش يعني في شلون بيلعب فيه الو الله شلون بيلعب فيه ايش ما بيلعب فيه الو الله الله اللي بيراقبه ما بيلعب فيه بدي اللي بدي يغش ما بيغش بهذا الابان هذا انت اشتريت طلعت على الشغط لقيته واضح ما بيتقل من تحت او شيء بيحط له في قاعد هذول الميزانات الصغار بيحطوا ولا بيلتعب فيه بيبين بس اللي بدي يشتري اجى على الابان عيره هيك بعده يا ابني في شيء نزل كلي نزلوهم بس اللي بدي يشتري بس نعمل الأبان يجوا له على بعضهم معناته نظامي الأبان إذا ما هو نظامي بدي أخذه ويعطي لحاله بدي يرفع أما ليك هيك بدي أعيره بدي يطلع مع النظام بس صار بالبازار ما صرت ولا يا ابني نزلوها 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 على الأرض نزلوها عمل يلا كمان ما بنبيع على صاحبه منكبه إذا ما في مشتري حرام نبيع له إياه ب20 أسعار اليوم عن امبارح كل كيلو جالي 50 60 ولا 70 ولا ليش ارتفعت الاسعار؟ اما في مقطوع طريق شكر هلا ليش البضاعة هاي من وين بتجيبوها؟ من تركيا هنا من لاتقي وبتجي من شرق من حلب من شرق حلب شو البضاعة الشغل ادلب هون؟ باذنجان خيار كوسة فاصولي زيتون رمان هذول ما شغل هون ادلب؟ هذه كلها شغل عنا بس البندورة شغل تركيا هيدينا الآن طبعا يعني المتعارف عليه بسوق الهال انه الناس بتجتمع على بضاعة معينة سواء كانت خضار او فواكه نوع معين بيشتغلوا عن طريق البازار البازار هو انه بيطلع التاجر بيحط سعر معين وبيتفقوا عليه التجار اما بياخذوا حدا منهم او ما بتعجبهم البضاعة طبعا بيجتمعوا دائما على اي مادة معينة كانت بهدف شراء او التم عند التاجر نفسه ابو دياب بيع ب 20 ليره ما عندك حكي لا يكون بلا والله ببلاش بدك ارخص من هيك فاصولي ب 20 ورا بيع يا شباب بيع ب 20 ليره بيع ب 20 ابو دياب لا تكون عاطفي الفاصولي اللي كويس اليوم 100 ورا هاي صايره ب 20 حجي ليره. ليش ما بتاخذ من المزاد كويس يا حجي بضعة مشكلة بيجيك بضعة كويسة بيجيك بضعة وسطية بيجيك حسب البضعة لك 20 كويس يا حجي ما كل شيء بضعة بسعرها إذا سعر كل بضعة إلى سعر هي عندي بضعة ب 90 ورقة هي عندي بضعة ب 80 في عندي بضعة حسب البضعة كل بضعة إلى سعر مي كويسة كثير لا مي أيوة مي يعني هي وسطية بيجي شوي بيجي من هذا شوي رخيصة شوي في دود يعني مو دود هي مي نخورة شيء بسيط أسعرها كل بضعة بسعرها كويس سعرها اشتريها كويس سعرها انا عندي لو ما عندي اخذتها بس انا عندي بالدكان كويس موجود تسوى 25 لما بسوى الله يجبر عنك يعني بيع ب 20
مين بدلها؟ بيها ب 20. وعم تشتغل الحمد لله، وهاي صنع هون شغل حلب، شغل حلب والحمد لله عايشين. هاي اكثر شيء بيميز سوق الهال يعني انه بنقلوا فيها الاغراض. هاي اكثر شيء اللي بنقلوا فيها بسوق الهال، هاي والزوزكات اربع دويلية. بتنسى شيء شو؟ ايه هذا الوضع عنا هيك، يعني ما في شيء غير هيك. عايشين. ليش ما تنقلوا بالسيارات الكبيرة مثلا الكيا الكذا؟ ما عنا سيارات. يعني جوا البلد اصلا؟ هاي جوا البلد. جوا البلد، واللي بده يشحن برات البلد بيشحن بسيارة كبيرة. هذا سوق حمام ولا سوق لسوق هال؟ سوق الهال هذا. هذا سوق الهال تبع إدليب. ليش فيه حمام؟ ايه هون مربين كم طير بهون في إدليب يعني حمام. بقى اليوم أربع بازار بينزلوا بتسوقوا بيطيقوا. اللي عنده طير بقى بيبيع، واللي ما عنده بده يشتري هيك. بيعوا مشترى. بحبك مهما قالوا عنك، مالك يا حلوة مالك، وعشقت السفر من ظلم البشر، وكثير من الأدعية والعبارات المستوحاة من أغاني شعبية تزينت فيها الدراجات الصغيرة الناقلة للبضاعة. لنكون هيك شفنا وإياكم مشاهدينا أجمل ما بيميز سوق الهال، مع أطيب التمنيات بصباح أدلبي مشرق للجميع. لجولة الصباح، مسلم السيد عيسى، أورينت نيوز. وهلأ مشاهدينا بدنا نروح لإسطنبول لنكون بجولة في الصحافة السورية، وأكيد رح تكون معنا الزميلة نور حداد من غرفة الأخبار بإسطنبول. صباح الخير نور. صباح الخير هاني، وصباح الخير لمشاهدينا. رح نبلش معكم جولة في الصحافة السورية الثورية. نبدأ جولتنا من صحيفة سوريتنا ومراسل الصحيفة في حلب الذي نشر عنوان فساد متعدد والطلاب يطورون أساليب الغش. مراسل صحيفة سوريتنا يتحدث عن الوضع في جامعة حلب وكيف أصبح بعد التطورات الأمنية في الجامعة، ويتحدث كيف أن الطلاب طوروا أساليب الغش، ومن هذه الأساليب الدفتر الامتحاني. طريقة الغش كالتالي: يقوم الطالب بإدخال دفتر يكون قد سرقه من اختبار سابق، ويكتب عليه بقلم الرصاص المعلومات التي يريدها للمادة، ثم يقوم خلال الاختبار باستبدال هذا الدفتر بالدفتر الذي خبأه، وينقل المعلومات بقلم الحبر. من الأساليب الأخرى التي تحدث عنها الطلاب هي الموظفي أو موظفو الاختبارات، وهذا الأمر يحتاج إلى قليل من المال والمعارف. هنالك أيضا أسلوب المباشر، وهو رشوة الدكاترة في الجامعة. أما يقولون عن الأساليب التي لم تعد رائجة جدا في الغش، وهي أسلوب السماعات بسبب سوء شبكة الاتصالات. هذا الأسلوب لم يعد مستخدما كثيرا، طبعا هنا ليس للتعليم الموضوع، فقط لنقل الخبر. أيضا من أحد الأساليب التي يستخدمها الطلاب هي أسلوب الرشدة، وهذا الأسلوب لا يحتاج إلى شرح. تختتم الصحيفة بالقول نقلا عن الطلاب أن الطلاب الذين لديهم واسطة أو معرفة التواصل مع جهة أمنية معينة، أو متطوعين في صفوف النظام أو الشبيحة، فهم لا يحتاجون لأي وسيلة من هذه الوسائل، يفعلون ما يريدون في الجامعة. ومن التعليم العالي إلى التعليم الابتدائي، لدينا خبر في صحيفة كلنا سوريون، وهذه الصحيفة فتحت موضوع تغيير المناهج وفرضها على المدارس بالقوة. تقول الصحيفة إن الإدارة أو مؤسسة اللغة والتدريب في مقاطعة الجزيرة السورية، ومؤسسة اللغة الكردية في مقاطعة عفرين وكوباني، عقدوا اجتماعا. طبعا هذه التسميات نسبة إلى الإدارة الذاتية التي فرضها حزب الاتحاد الديمقراطي. هذه المؤسستان عقدوا اجتماع في القامشلي، قرروا فيه أن المناهج التي ستدرس من الصف الأول إلى الصف الثالث الابتدائي
ستكون باللغة الكردية. طبعا هذا الخبر وقع كالمصيبة على رؤوس أهالي هذه المناطق، وحصل هنالك أيضا تسبب في إغلاق عدد كبير من المدارس. أحد خبراء التعليم تحدث إلى الصحيفة وقال أن تقسيم المناهج تبعا لأيديولوجيا معينة وفكر وقومية معينة سيؤدي إلى تقسيم الطلاب بين عرب وكرد وسريان إلى فصائل منفصلة في المجتمع. ويقول أيضا أن تختتم الصحيفة التقرير، هو تقريبا تحقيق مطول، تختتم بالقول أن أهالي المنطقة لم يسكتوا على هذا الفعل وقاموا بالتظاهر، وأيضا قاموا بمطالبة الجهات المعنية بإيجاد الحلول لهذه المشكلة. من الأوضاع السيئة في التعليم إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، نذهب إلى صحيفة عنب بلدي، ونشرت خبر بعنوان كيلو النيدو بألف ليرة. طبعا الصحيفة تتحدث عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في منطقة مضايا وبالطين في ريف دمشق، وتقول أن أسعار المواد الغذائية وصلت إلى أسعار مخيفة جدا، لدرجة أن كيلو الواحد من حليب النيدو وصل سعره إلى 100,000 ليرة سورية. عامر برهان وهو مدير في المشفى الميداني يقول أن هذه الأرقام ليست كذب، هي أرقام حقيقية موجودة في هذه المنطقة بسبب الحصار الواقع عليها من قبل النظام، والأهالي يطالبون الجيش الفتح وقوات النظام والأمم المتحدة بتحييد المدنيين عن القتال، ويطالبهم أيضا بفك الحصار عن المدينة. عامر برهان يقول أيضا أن هذه المنطقتين مضايا وبطين يعيشون حالة من الموت البطيء. وأيضا للتأكيد على هذه المعلومات، ناشطون في مضايا أطلقوا حملة بعنوان استجيبوا لكي يفك عنهم الحصار. دعونا نختتم جولتنا بعيدا قليلا عن هذه الأخبار في مقال في صحيفة طلعنا على الحرية، مقال للكاتب حسين الزعبي. حسين الزعبي يتحدث عن الشوارع، وعنوان المقال هو شوارع، يقف على الذاكرة ويسترجع ما تذكرها، يعني ذاكرته تعود به إلى الأيام التي عاشها في مشاهد الطفولة وتمرد المراهقة، رغم أنه يبعد يعني آلاف الكيلومترات عن هذه الأماكن ويعيش الآن في أوروبا، إلا أن الذاكرة لا تزال تقتحم هذه المشاهد، لا تزال تقتحم ذاكرته. ودعوني هنا أقرأ لكم من المقال حرفيا حتى لا أفسد متعة المقال. يقول الزعبي: أفر هاربا من ذاكرتي إلى ذاكرتي، مغادرا إلى دمشق العتيقة لتعاتبني وأعاتبها، وأسألها: هل ما زالت السماء تسير على الطرقات القديمة حافية؟ أحقا ما زال الغريب ينام على ظله واقفا؟ أتطير الحمامات خلف سياج الحرير؟ هل يواصل فعل المضارع أشغاله الأموية؟ يداهمني صوت من رحلوا قادما من بعيد من ذاك الشارع. مظاهرات؟ لا لا، هي أهازيج، بل مظاهرات، حشرجات، حرية. بهذا ينهي الكاتب حسين الزعبي مقاله، وبهذا أيضا تنتهي جولتنا في الصحافة السورية الثورية. نلقاكم إن شاء الله الأربعاء القادم، انتظرونا، نعود إلى هاني في استديوهات عمان. نعم نور حداد زميلتنا من غرفة الأخبار بإسطنبول، شكرا جزيلا لك. ومنروح لفاصل وبنرجع لكم مشاهدينا.
مشاهدينا هلا بننتقل لموجز اخبار العاشره من راديو اورينت والزميل هادي احمد. الاخبار من راديو اورينت على راس الساعه ونشرات تفصيليه متتاليه. العاشرة بتوقيت دمشق، موجز لأهم الأنباء من راديو أورينت، يقرأه عليكم هادي أحمد. استشهاد عشرة مدنيين في معظمية الشام بريف دمشق بقصف صاروخي احتوى على مواد كيميائية يعتقد أنها غاز السارين. مقتل تسعة عناصر من قوات النظام خلال معارك الكر والفرمع فصائل الثوار التي تدور في بلدة مرج السلطان بريف دمشق. طيران العدوان الروسي يشن عدة غارات جوية على بلدة بدامة بريف إدلب، ما أدى إلى استشهاد سيدة وأربعة من أطفالها وجرح آخرين، وحركة نزوح واسعة تشهدها المنطقة. الثوار في ريف حلب الشمالي يحررون قرية قرة مزرعة ومعمل الغاز على الشريط الحدودي مع تركيا من سيطرة تنظيم الدولة لتنتقل المعارك إلى محيط قرية دوديان. مجلس الأمن الدولي يصدر قراراً جديداً سعياً لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين النازحين داخل البلاد. قوات الحكومة العراقية وميليشيا الحشد الشعبي تواصل عملياتها العسكرية في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وطائرات التحالف توجه ضربات لمواقع تنظيم الدولة. وفي الختام يمكنكم الاستماع إلى راديو أورينت في العاصمة دمشق عبر التردد 96.5، وأيضا في الحسكة والقامشلي على التردد 95.8. إلى اللقاء.